ازاي الاول، خليني قبل ما ادخل في المباراه ونتكلم في الكوره، ازاي شفت المقدمات ما قبل المباراه؟ يعني كل ده الجمهور، الناس اللي كانت بتتابع لما سمعت الماتش هيتاجل اول نص ساعه وبعد كده لا هيتاجل ساعه، الجمهور اتوتر، فما بال حضرتك باللعيبه وبالجهاز الفني؟ ازاي شفت المقدمات بتاعت ماتش الاهلي والترجي امبارح وتعامل اداره النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني معاه؟ هو طبيعي الاحداث اللي تمت ما قبل المباراه، الحقيقه الشغب الجماهيري اللي حصل وعلى اصله تم تاجيل المباراه لمده ساعه، اعتقد بتاثر على الفريقين يعني، أيوه. حتى على الحكم المباراه نفسه، أيوه. وعلى الجهاز الفني في كلا الفريقين يعني. انت طبعا بتاهل نفسك مع بدايه اليوم، مواعيد الاكل، مواعيد المحاضره، كله بيتنظم حسب بدايه المباراه. مظبوط. التاجيل ساعه ده يعني معروف ان مثلا فتره الغداء بتبقى قبل المباراه مثلا بثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونص، بقيت اربع ساعات ونص. بدايه التسخين بيبقى التهيؤ عشان تبدا المباراه، وبعدين ما كانش محدد كمان في البدايه، قال لك نص ساعه البدايه، المباراه هتتاجل نص ساعه، وبعد كده قال ساعه. كل ده ممكن تتلغي من الاحداث دي، بتخلي اللعيبه في التركيز بيخرجوا بره عن التركيز. مظبوط. انما انت قلت كلام مهم جدا لحضرتك في المقدمه، الحقيقه انا شايف ان اللي تاثر هو فعلا فريق الترجي الحقيقه، وانما لعبتنا الحقيقه ما تاثروش يعني، وده الاعداد للمباراه وان هم الفتره ديت يرجع يعني ياهلوا اللعيبه للموعد الجديد وان المباراه هتقام والى اخره، برده دي بتبقى عبء على الجهاز الفني والجهاز الاداري ومدير الكوره، فاعتقد هم اداروا الفتره ديت بشكل جيد. اللعيبه كمان يعني ثقتها في نفسها واسم النادي كبير وان هم عندهم اصرار ان حققوا نتيجه كويسه، دي برضو خلتهم يعني التركيز يبقى في النقطه دي مش في تاجيل المباراه. يعني انا بعتقد الاجواء جوه في غرفه الملابس كانت ممتازه امبارح. يعني عايز اكلمك كوره شويه كابتن محمود، امبارح كوره الاهلي كانت غير، يعني عايز اعرف يعني احنا لعبنا امبارح يعني في الماتشات الاخيره لمستر موسيماني، كان السمه اللي يمكن ملاحظه بشكل كبير جدا هي لجوءنا للكور الطوليه، الزون والاعتماد على المرتدات. امبارح مع الترجي في قبل النهائي على ملعب الترجي، الاهلي بيلعب كره على الارض، باص من رجل لرجل، حتى في ظل عدم وجود مجدي قفشه، ومجدي دايما هو العقل المفكر قوي، يعني هو اللعيب اللي عنده القدره انه يحط الكره تحت رجله ويربط الخطوط ببعضها ويدي باص هنا، ما كانش موجود. ورغم كده كوره الاهلي كانت اكتر من رائعه. احساسك بان الفريق ثابت في الارض، ثقه اللعيبه في اعلى مستوياتها، الاسباب التحول ده من اخر ماتشات لماتش الترجي من وجهه نظر كابتن محمود؟ هو طبعا انت حضرتك قلت نقطه في البدايه مهمه، هو الحافز الفوز بالبطوله والهدف عندنا زي الحافز الموجود عند فريق الترجي.